محمد. مرحب بالأستاذ عبد الحق فساري، أستاذ جامعي من مسجد الإمام ورش، اللي راح يتحفنا بقراءة بطريقة الورش إن شاء الله. السلام عليكم. هذا التاريخ من قراءة ورش هي قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قد يكون بعض الاختلافات في الشكل وفي المدود، فهي قراءة عن طريق قراءة ورش عن طريق نافع من طريق الأزرق، يعني قراءة عرف بها أهل المدينة، وهناك مسجد بمدينة مونتريال سمي على مثل الإمام ورش رحمه الله. وفي هذا المسجد هناك دروس يومية خصوصية لهذه القراءة، فهي قراءة شيء ما صعب، ومن يتقن ورش أتقن القراءة. سوف تجدون فيها بعض الصعوبة في المتابعة وبعض الاختلافات في الشكل، وهذه من جمالية القرآن الكريم، فباختلاف الشكل لا يتناقض المعنى، والمعنى يبقى دائما متكاملا سليما من كل تناقض، والحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الحكيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار جزاكم الله على خير شكرا كثيرا نشكر الأستاذ عبد الحق على قراءته وأهلا وسهلا بكم